كيف تم دخول هؤلاء المحاضرون إلى مبنى مجلس النواب رغم الحمايات والتفاصيل الأمنية المحيطة بهذا المبنى؟ كيف سمح لهم؟ هل بتخويل رسمي؟ من الذي أعطى هذا التخويل؟ أضعنا بالصورة أكثر. نعم، تحية طيبة. من المعلوم أن مجلس النواب محاط أمنيا وفيه مفاوز أمنية، تجديد أمني قبل الدخول إلى بناية المجلس. حتى نحن الإعلاميون ومندوبي التغيير في مجلس النواب والذين نأتي يوميا إلى نذهب يوميا إلى مجلس النواب نمر بسلسلة من الإجراءات الأمنية قبل الدخول إلى بناية المجلس. بالتالي لا يمكن لأي شخص اختراق أي حاجز أمني محيط بمجلس النواب والدخول إلا بصيغة رسمية، إما يكون تخويل من الجهة الأمنية المسؤولة عن حماية المجلس أو يكون مرافق لعضو من أعضاء مجلس النواب ويدخل بمعية عضو مجلس النواب بعجلته الخاصة ومن ثم يكون تسهيل أمره أو تسهيل دخوله إلى بناية المجلس. الممثلين المتظاهرين دخلوا إلى البناية إلى بناية المجلس برفقة نواب أثناء استمرارية الجلسة. الجلسة كانت منعقدة في تمام الساعة 2 مساء، ثم دخل ممثلون متظاهرين مع عدد من أعضاء مجلس النواب إلى البناية. بناية المجلس مكان حساس جدا، مكان رسمي فيه مجموعة من السياقات والضوابط أثناء السير أثناء التجوال، لوب البرلمان يمنع الوقوف به حتى موظفي أعضاء البرلمان. فالقوات الأمنية حاولوا إلزام الممثلين المتظاهرين بالسياقات المعمول بها، تم إيقافهم في مكان خاص في انتظار أمر رئاسة المجلس باستضافتهم. تأخر الأمر، بالتالي تحول الأمر إلى ارتفاع بالأصوات وأيضا هتافات ومحاولة للضغط لإدخالهم إلى مكاتب رئاسة مجلس النواب. وبالتالي حصل ذلك، أدخلهم حاكم الزامل إلى مكتبهم الخاص واستضافهم وتحدث معهم و وعدهم بتنفيذ مطالبهم. بعد إدخالهم إلى مكتب الزامري هدأت الأوضاع وعادت الأمور إلى استقرارها الطبيعي. بدأت الجلسة وإلى الساعة الرابعة الثالثة والنصف مساء كان الأمر يسير كما هو اعتيادي وكما معتاد في كل يوم، جلسة اعتيادية، أجواء مجلس النواب هادئة جدا. لكن بعدها حدثت هذه المشادة بين قوات الأمن في داخل مجلس النواب وممثلي المتظاهرين، وبعد إدخاله إلى مكتب الزاملي هدأت الأوضاع وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي.